يعني أغنية شعبية شبابية حماسية ديال التيرانات، فهمتي ديك الامبيونس ديال التيران، وغيكونوا فيها فنانين اخرين. انا صراحة ماشي ستيل ديالي، ولكن مني تعرضت عليا الفكرة وفيها فنانين شعبيين اللي محبوبين وكبار تبارك الله، قلت علاش لا، يعني ان شاء الله انا نساهم فيها. كل شيء هون في سبيل المنتخب المغربي. كاين على حد العلم ديالي بور لانستون كاين داودي، كاين صنعاجي، كاين ستاتي، كاين عادل ميلودي، المهم هادو هما اللي في خبارية الساعه.